بتسأل عليها. قبل ما نواصل الحديث عنها، معايا على الهاتف المستشار أحمد جلال، المتحدث باسم نادي النيابة الإدارية. أهلا وسهلا سعادة المستشار. أهلا وسهلا فندم. لعلك بخير. أهلا وسهلا. أنا عايز حضرتك تكلمني عن عملية نشر السادة القضاة والمستشارين الذين سيشرفوا على العملية الانتخابية بإذن الله الثلاث أيام اللي جايين. هو يعني على مدار اليوم ومن الأمس، وغرفة عمليات نادي النيابة الإدارية بتتابع أعمال انتقال السادة أعضاء النيابة الإدارية إلى محافظات مصر المختلفة. بنتابع عملية توجههم إلى مقرات المحاكم الابتدائية لاستلام الأوراق والمهمات المتعلقة بأعمال الاقتراع، وصولا طبعا إلى الحمد لله تأكدنا إن كل السادة أعضاء النيابة الإدارية وصلوا إلى مقرات إقامتهم، طبعا وصولا إلى بداية أعمال الاقتراع. والحمد لله حتى الآن لم تتلقى غرفة عمليات النيابة الإدارية أي شكوى أو ملاحظة من جانب أعضاء النيابة الإدارية في تلك الأمور. اعتبارا من الغد إن شاء الله هنباشر التواصل الدائم مع أعضاء النيابة الإدارية، هنتأكد من وصولهم لمقرات اللجان العامة واللجان الفرعية، وبدء أعمال الاقتراع الساعة 9 من صباح الغد إن شاء الله. أي ملاحظة، أي مشكلة هتقابل أي عضو يعني من أعضاء النيابة الإدارية، هيتم التواصل مباشرة من أجل حلها. هيتم التواصل مع الجهات المعنية في الدولة لتسهيل أعمال الإشراف القضائي على الانتخابات وتيسير عملية الاقتراع. طيب، هل من عندكم ناس رايحين للجان في مناطق حدودية أو مناطق بعيدة نسبيا عن الوادي؟ طبعا يا فندم، هو تم توزيع أعضاء النيابة الإدارية وأعضاء الهيئات القضائية على جموع محافظات مصر بكل الأماكن المختلفة، وإن شاء الله بإذن الله قضاة مصر إن شاء الله بعد أن ائتمنهم الشعب المصري في التعبير عن إرادته إن شاء الله هيكونوا محل ثقة للشعب المصري، وبإذن الله العملية الانتخابية تمر بخير وسلام. وإحنا بالفعل بنشيد بقواتنا المسلحة ورجال الشرطة كل الإجراءات بداية من اليوم كانت بتتم وسط إجراءات أمنية مشددة، وبكرة الشعب المصري يثبت للعالم كله قد إيه هو بيرسم مستقبله، بيرسم الطريق الجديد لمصر، وبإذن الله العملية الانتخابية سوف يشهد لها العالم كله إن شاء الله. شكرا جزيلا سيادة المستشار على هذه المداخلة الطيبة، أشكرك شكرا جزيلا، وإن شاء الله تمر العملية الانتخابية وعملية الاقتراع بسهولة ويسر شديدين على المواطنين. دكتور عبد المنعم، أنا عارف من حواراتنا في يعني وإحنا بنحضر